أبنائي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثانوي الزراعي، وسعدنا نلتقي اليوم للتعرف على درس آخر ومهم جدا في حياة النحل، هو القيام بعملية تشتية للمنحل بطوائف النحل. فعملية التشتية، إيه هو المقصود بعملية التشتية؟ المقصود بعملية التشتية إن هو تهيئة طوائف المنحل وإعدادها وحمايتها من البرد القارس، ولجعلها طائفة قوية والمرور بها إلى العام والموسم القادم بحالة قوية ونشيطة. وبالتالي نستطيع أن نقول أن التشتية هي عملية لتهيئة وإعداد الطوائف للمرور بها بحالة سليمة والخروج بها بحالة قوية إلى الموسم القادم، لتبدأ الموسم بحالة نشيطة وحالة قوية. التشتية هي مهارة أخرى من المهارات التي لها الدور الكبير وتأثير في حياة أفراد الطائفة ونجاحها في الموسم القادم لتحقيق أهداف المنحل في الحصول على المنتجات التي ذكرناها قبل ذلك بمنتج وفير لذو عائد اقتصادي يحقق الهدف المرجو من إنشاء المنحل. ونتعرف حاليا على كيفية أدية هذه المهارة، وهي مهارة التشتية. والتشتية قد تكون تشتية على المنحل ككل كما هو واضح في هذا التوقيت عند دخول وحلول فصل الشتاء. نبدأ برفع الأغطية والمظلات الموجودة فوق المنحل لنسمح بدخول أشعة الشمس إلى داخل المنحل لتدفئة الخلايا والطوائف. إذا كان هناك سياج من الجهة الغربية للمنحل كما نرى يتم تأليمه وتقصيره لنسمح بدخول أشعة الشمس إلى المنحل من الجهة القبلية. أما السياج اللي في الجهة الغربية لا نجري له أي تقليم أو تقصير حتى يحمي المنحل من دخول التيارات الهوائية الباردة. يبقى إذن الأسيجة الموجودة حول المنحل، الأسيجة الموجودة في الجهة الشرقية والأسيجة الموجودة في الجهة القبلية نقوم بتأليمها وتقصيرها لنسمح بدخول أشعة الشمس. أما الأسيجة الموجودة في الجهة الغربية والبحرية إذا كانت غير موجودة نقيم أسيجة من البوص حول المنحل من الجهة الغربية والجهة البحرية لنحمي المنحل من التيارات الهوائية الباردة. يبقى تشتية المنحل تتم إن احنا نبدأ برفع المظلات والأغطية من على المنحل اللي اسمه بدخول أشعة الشمس، نقوم بتأليم الأسيجة من الجهة القبلية والجهة الشرقية لنسمع بدخول أشعة الشمس وتدفئة المنحل. نقيم سياج من الجهة البحرية والغربية إذا كان غير موجود لنمنع دخول التيارات الهوائية الباردة، ثم نقوم بتنظيف أرضية المنحل من الحشائش الموجودة كما نرى بأرضية المنحل، لأن هذه الحشائش تكون مصدر لعشوش النمل وآفة تهاجم النحل في الشتاء. أما عن المرحلة الثانية للتشتية وهي تشتية الطائفة، وهي تشتية الطائفة. قبل أن نبدأ بعمل تشتية الطائفة كما ذكرنا يجب أن نكون نرتدي ملابس النحالة ونشعل المدخن ونقف بجانب الخلية كما في خطوات عملية الفحص.
لانها يا غرض من اغراض عمليه الفحص هو التعرف على احتياجات الطائفه كما نرى، ولكي نقوم بتشتيت الطائفه نقوم بفتح الخليه بهذا الشكل، واذا كانت هناك اقراص فارغه غير مغطاه بالنحل نقوم برفعها داخل الخليه. اذا كان هذا اخر قرص في الخليه بهذا الشكل مغطى بالنحل يبقى كده الاقراص مغطاه بالنحل مش محتاج ان ارفع منها. لو في قرص ما عملوش نحل برفعه من الخليه واقوم بوضع وساده من الخيش او القماش في هذا الفراغ داخل الخليه، و احكم قفل الخليه بالخيشه بعد ذلك، ثم احكام قفل الغطاء الخارجي، واذا كانت هناك شقوق او ثقوب بالخليه اقوم بغلقها وسدها، واجعل فتحه الباب للخليه على الفتحه الشتويه، على الفتحه الشتويه وليس الفتحه الصيفيه. يبقى عشان اشتت الطائفه برفع الاقراص الفارغه من داخل الطائفه الى خارجها، بحط وساده من القش او الخيش داخل الفراغ، بسد الشقوق والثقوب الموجوده بالطائفه، واقدم لها بعد انتهاء من عمليه التشتيه اقوم بتغذيه الطائفه وغلق واحكام قفل الغطاء الداخلي والغطاء الخارجي، وبكده يبقى انا انتهيت من تشتيت الطائفة. يبقى عملية التشتية عملية مهمة جدا، لان على اساسها يتم الحفاظ على قوة النحل وعدم اضعافه وعدم تعرضه للافات والتحكم في مهاجمة الافات لأفراد طائفة النحل. يبقى مرة تانية يتم تشتيت الطائفة برفع الأقراص الفارغة من الطائفة وتخزينها وتبخرها، ثم وضع وسادة من القش أو الخيش أمام في الفراغ داخل الخلية، ثم نخرج لتشتيت الخلية من الخارج، وهو تحويل باب الخلية على الباب الشتوي أو الفتحة الشتوية اللي هي 3 سنتي، احكام غلق اجزاء الخليه من الخارج جيدا، ورفع الخليه من الخلف قليلا للامام بهذا الشكل، حتى اذا سقطت امطار في فصل الشتاء وحدثت الامطار غزيره يساعد سقوط المطر من على الخليه الى ارضيه المنحل، ولا تسقط المياه داخل الخلية من خلال فتحة باب الخلية. وبهذا نكون قد انتهينا من عملية التشتية، سواء التشتية على المنحل أو التشتية على الطائفة والخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.